اللي شافكم في الخسران ما لازمش يسكت احنا غادي في الخسران احنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في نهار جديد وموضة جديد وموضة اليوم شفتو جنسية البيع يعني كيفية الحصول على أي جنسية بغيتي ومنها غادي نشوف واحد بعض الدول اللي كيف تحصل على الجنسية ديالها يا إما عن طريق الاستثمار أو عن طريق الزواج أو عن طريق الإقامة للحصول على الجنسية الأرجنتينية خاصك يعني إقامة انتظامية لمدة سنتين كيمكن لك تحصل فيها على الجنسية أو الجواز الأرجنتيني اللي كيخول لك باش تمشي 129 دولة بلا فيزا ومنها دول الاتحاد الأوروبي. الجنسية البرازيلية وهو بمجرد الزواج من برازيليا أو برازيلية والإقامة لمدة سنة كيمكن لك تحصل على الجنسية البرازيلية أو إذا الطفل كيمكن لك هي تحصل على الجواز البرازيلي اللي كيخول لك زيارات 128 دولة بلا فيزا ومنها دول الاتحاد الأوروبي. الجنسية البرتغالية بمجرد زواجك المواطن البرتغالي يمكن لك الحصول على الجنسية البرتغالية بدون إقامة لكن كيشترط إيجاد اللغة البرتغالية ولو بشكل بسيط والجواز البرتغالي تيخول لك تمشي 141 دولة بلا فيزا. الجنسية الإيرلندية وهو بعد الزواج والإقامة لمدة سنة كاملة حتى ولو ما كانش عندك يعني عمل يمكن لك الحصول على الجنسية الإيرلندية والجواز الإيرلندي كيخول لك تمشي 141 دولة بلا فيزا. الجنسية المجرية إذا استثمرتي 322 ألف دولار أمريكي يعني في سندات حكومية حتى ولو ما تكونش تقيم في ذاك البلد يمكن لك الحصول على الجنسية وبزاف رجال الأعمال يعني كيديروا هاد كيشريوا هاد الجنسية لأن كتمكنهم من الدخول دول الاتحاد الأوروبي وحتى الجواز المجري يعني كيخول لك تمشي 141 دولة بلا فيزا. جنسية مالطا يعني إلا استثمر الشخص 1.5 مليون دولار يمكن له الحصول على الجنسية ولكن كل عام تيعطيو يعني 1080 شخص اللي عندهم عدد محدد. أما الجنسية القبرصية فهي يعني خاصك تستثمر 2.4 مليون دولار أمريكي ومن قبل يعني كان لأن الدولة دولة سياحية ولا جزيرة سياحية يعني كانوا كيطلبوا 32 مليون دولار أمريكي يعني استثمار 32 مليون دولار أمريكي ولكن بالنسبة للأزمة اللي تعرضت لها جزيرة قبرص يعني انخفض هذا الثمن 2.4 مليون دولار. الجنسية الكولومبية يعني خصك تشري غير بعض الأسهم أي شركة كولومبية بقيمة 150 ألف دولار يمكنك من الحصول على الجواز الكولومبي وخا ما تكونش يعني مقيم في كولومبيا وخا ما تكونش ساكن فيها. الجنسية التركية فهو يعني الاستثمار خصك استثمار 1 مليون دولار أو شراء عقارات وما خصكش تبيع داك العقار يعني قبل من 3 سنين أو إذا اعتمدت ملايين دولار في حساب تركي جاري ولا خصك توظف 100 شخص على الأقل يعني ملي كتكون هاد الشروط يمكن لك تمنح الجنسية التركية. الجنسية البريطانية هذه جنسية شوية معقدة وهو أولا فيها يعني شروط وحلول. أول اجتياز امتحان اللغة الإنجليزية درجة لا تقل عن 6 بعدها يمكنك الحصول على الإقامة لمدة 3 سنوات و4 أشهر ثم كتجددها لمدة 2 سنين من بعد يمكنك الحصول على الإقامة دائمة وطلب الجنسية وشي تبقى مهم لما سبق وهو استثمار 200 ألف جنيه استرليني يعمل مشروع بريطانيا يعني تدير شي مشروع في الإنجليز يوفر على الأقل شغل شخصي
دابا الضرائب والمرتبات العاديه لمده 5 سنوات. الطرف الثاني ولا الشرط الثاني، الطرف الثاني لا يتضرب امتحان او مقاله شخصيه، وهو استثمار مليون جنيه استرليني، كتمشي من الناس 150,000 في السنوات الحكوميه و 250,000 يمكن لك تقاطع اي مشروع يعجبك. ويجب عليك ان تثبت 2 مليون جنيه في حسابك البنكي، من بعدها كتحصل على الاقامه الدائمه من بعد 5 سنوات الجنسيه من بعدها. ان تثبت 2 مليون جنيه في حسابك البنكي، من بعدها كتحصل على الاقامه الدائمه من بعد 5 سنين غادي يمكن لك تحصل على الجنسيه. اما الحل الاخر هو استثمار 5 مليون جنيه استرليني، كتحصل على الاقامه ديال 3 سنوات والجنسيه من بعد 4 سنوات، ولا استثمرتي 10 ملايين كتحصل على الاقامه لمده سنتين، ولا يعني على 3 سنين كتحصل على الجنسيه. الجنسيه الامريكيه استثمار على ما يقل 500,000 دولار منطقه نائيه، يعني ما فيهاش الناس بزاف، وتوفير عمل على الاقل 10 اشخاص. اما لو بغيتي تستثمر في مدينه كبيره خاصك تستثمر 1,000,000 دولار وتحصل بعد 5 سنوات على الجنسيه. الجنسيه الاستراليه خاصك تستثمر 5 ملايين دولار استرالي لمده 4 سنوات، كتحصل انت العائله على الاقامه المؤقته، من بعدها على الاقامه الدائمه اللي كيتمكن لك، يعني اللي كيمكن للعائله تذهب الجنسيه من بعد عام واحد. الجنسية الكندية الشرط الأول يجب أن يكون مبلغ 1,600,000 دولار كندي، والشرط الثاني يجب على الشخص أن يكون له سنتين يعني من الخبرة وإدارة أعمال في مجال الزراعة والصناعة مصالح حكومية أو منظمات دولية، والشرط الثالث هو 600,000 دولار كندي لمدة 5 سنوات بدون أداء، وكيتلقي مبلغ المستفيد بعد انتهاء المدة. يعني الجنسية السويسرية يعني بحال كتشتا، كتدفع 250,000 فرنك سويسري والإقامة لمدة 12 سنة كتحصل على الجنسية السويسرية. أما الفرنسية يعني دفع 10 ملايين أورو والإقامة لمدة 10 سنوات كتحصل على الجنسية الفرنسية. اوكي خوتي خواتي زين، طلب من الله يعني يكون واحد المعلومه وصلت، بغينا نعرفوا على بعض الجنسيات راهم كاينين كثار، ولكن اختاريت هاد 15 جنسيه، يعني بغينا نعرفوا بعض الدول اللي كتبيع الجنسيه ديالها ولا كيف تحصل على الجنسيه ديال هاد الدوله. نطلب من الله يكون عجبكم الموضوع، حتى الموضوع ولا الروج. السلام عليكم.